أقيم في النادي الأرثوذكسي بعمان حفل إشهاري وتوقيع كتاب مقالات روحية لآباء من الجيل المقدس، نقله إلى العربية قدس الأيكونومست الدكتور إبراهيم دبور. افتتح الحفل المطران خريستوفورس عطلة بحضور المتروبوليت فينيديكتوس الوكيل البطريركي في مدينة بيت لحم، ولفيفين من الآباء الكهنة وشخصيات عامة وفعاليات اجتماعية وثقافية وحشد كبير من الجمهور. وفي كلمته الترحيبية أكد قدس الأب إبراهيم أن على كل عمل في حقل الكنيسة أن يمجد الله ويقود إلى خلاص النفوس، لافتا إلى ضرورة أن نستقي خبرات وتعاليم الآباء القديسين، إذ أن اللاهوت المعاش هو خبرة هؤلاء في الأديرة وتحديدا جبل آثوس. كما قدم قدسه شرحا لاهوتيا وعقائديا وافيا لأبرز أبواب الكتاب. المسيحية مبنية على فلسفة وعلى كلام معسول زي بيقول بولس الرسول، فهي حكمة أرضية، لكن بيقول بولس الرسول لم أتيكم بكلام معسول وإنما بقوة الروح القدس. فالإنسان الذي يبشر ويعلم بحل عليه الروح القدس وبحل على السامعين وعلى المتكلم، وبالتالي قوة الروح القدس التي تظهر المسيح في المبشر وفي المبشر. سيدنا أعطاني كل الدعم وكل الشجاعة وكل القوة وكل احترام وكل التشجيع، وفي كثير من الأحيان في كثير كانت أمور تصعب علي لعمقها، مش المفردات أو الكلمات وإنما لعمقها الروحي واللاهوتي، لأنه مش العملية إنك أنت تترجم من كلمة لكلمة، ولكن العمق الهدف أن تترجم روح الشخص الذي أعطى هذه المعلومة وهذه الفكرة. جبل آثوس يا إخوان هو أصبح التحفة الأرثوذكسية الموجودة في العالم التي تحوي على المخطوطات المهمة جدا زي دير سانتا كاترينا في دير سيناء، ولكن جبل آثوس أصبح اللاهوت المعاش.